أبو محمد من الخرج. السلام عليكم. وعليكم السلام. دي سؤال سمحت. تفضل. السلام. الذكر اللي يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هل يقال مثلا في الصباح مثلا بعد الصلوات ولا غير الصلوات مثلا؟ وفي المساء كذلك؟ هذا السؤال. يقال في الصباح وفي المساء بعد دخول المساء. يا أخي اسمع الله يهديك، يقال في الصباح في بداية الصباح وفي بداية المساء بعد صلاة الفجر أو قبلها، وكذلك فيما بين الفجر وارتفاع الشمس قيد رمح، كل هذا وقت للورد. نعم.